مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا مرحبا بكم. هنعمل أربع أنواع مقبلات. أول واحدة قليل من الملح، فلفل أخضر تقريبا نص واحد أو حسب الرغبة، بصل تقريبا ربع بصلة. المكونات طبعا بالتقدير: جرادة ناشفة اللي هو الشبت، بذور الشبت عند العطار موجود، بذور الشبت، معلقة صغيرة شبت، وطماطم تقريبا حبة، طبعا كله بالتقدير والمكونات كلها مكتوبة، ولكن الكمية انتو بتقدروها. اللي ما بحب الفلفل الحار بستبدله فلفل حلو او فلفل حار اللي هو الاخضر. نهرسها، بعد ما نهرسهم مع بعض نوضعهم في صحن، نوضع عليهم زيت الزيتون. هذه الوصفة الاولى. الوصفة الثانية قليل من الملح، فلفل اخضر نفس الاشي نص واحد او واحد حار او حلو، انتو بتحددوا. شبت اخضر تقريبا معلقتين او انتو بتحددوا الكمية. نهرسهم، بعد ما نهرسهم شوية نوضع طماطم تقريبا حبة، نهرسهم قليل، وبعدين نوضع الطحينة معلقتين طحينة. نخربطهم مع بعض حتى ينسجموا، قليل من عصير الليمون. مثل ما حكينا كمية المكونات انتو بتحددوها بالتقدير مثل ما انتو شايفين، يعني الموضوع مش صعب، سهل كتير. هذه الخلطة الثانية، الوصفة الثانية خلصت. هلا الثالثة قليل من الملح، فلفل أخضر مفروم حار أو حلو، ريحان طازج، الريحان الطازج نهرسه جيد. بعد ما نهرسه جيد بنوضع الطماطم تقريبا حبة طماطم، طبعا الكمية دائما انتو بتحددوها، يعني زيادة شوية قليل شوية انتو حسب ذوقكم. بنوضع طحينة معلقتين طحينة، وبنهرسهم حتى ينسجموا قليل. وبنوضع عصير ليمون، وهيك صارت جاهزة. خلصنا من الثالثة. هلأ الرابعة قليل من الملح، فلفل أخضر وواحد فاص ثوم، نهرسهم جيد. بعد ما نهرسهم جيد نجيب حبة الأفوكادو وبنهرسها مع بعض، نهرسها مع بعض، نهرسهم جيد. عصرة ليمون، ندعكهم مع بعض حتى ينسجموا، وهيك خلصت. طبعا في ناس بحط عليها زبادي، ممكن نضيف عليها معلقتين زبادي، اللي حابب يضيف زبادي كتير طيبة مع الزبادي. بنزين بالشبت، فلفل أخضر وزيت الزيتون، وبنصحكم تجربوها مع الزبادي كمان، ضيفوا معلقتين زبادي جربوها. وهذه للزينة فقط مثل ما انتو
شايفين. وإذا حابين نعملكم الأفوكادو الكذاب اللي هو بدون أفوكادو لكن طعم نفس طعم أفوكادو، اكتبوا لي تحت في التعليقات. في أمان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.